زين ياك 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 منو جاينا هالحزة؟ أعزائي المتابعين أنا ما كنتم متابعين عبد الله إز باك. أسعد الله مساكم وصباحكم أعزائي المتابعين ما كنتم متابعين عبد الله بهذا الفيديو الجديد والجميل والراء اللي من خلاله متابعين تقلت كل أربع أيام ما مرت إلا يومين. ليش؟ لأن الفيديو الماضي واضح أنكم مرة ما حبيتوه، واضح أن السلسلة راح توقف بعد أول فيديو، فقلنا يستاهلوا الجماعة نعوضهم ونعطيهم فيديو بعده بيومين، بس لا تنبسطوا يعني لا تعيدوا الحركة لأن ما راح تتكرر مرة ثانية. الزبدة في فيديونا لهذا اليوم بما أن يعني ما تطلع من البيت، يعني إذا تطلع من البيت وين تروح؟ سوبر ماركت ولا شيء هالكذا، فالوضع بيض، فاهم كيف؟ الوضع مرة بيض، حرفيا الوضع بيض. فلذلك قلت بما أن الوضع بيض والحياة صايرة بيض وكل شيء بيض، ليش ما نسوي فيديو نسوي فيه بيض؟ فاهم كيف؟ لايك للبيض يعني وكذا. الزبدة في فيديونا لهذا اليوم جبنا هذه الآلة، أوكي؟ هذه الآلة شفت ريفيوز عنها مرة كثيرة. شو تقول هذه الآلة؟ تقول هذه الآلة بأنها أفضل آلة تسوي بيض، أسهل آلة تسوي بيض، بدل المقلة والمدري إيش، ولا سفرية تعبيها ماي وفرن. الآلة هذه ممكن تسوي لك البيض بالطريقة اللي تبيها، بأي شكل تبيه، يعني حرفياً بتسوي أي شيء من البيض. المفروض أنها تسوي بأسهل طريقة وأسرع طريقة، فلذلك راح نشوف اليوم ونستخدم الآلة ونشوف هل راح تكون كويسة ولا لا. أوكي، الباكج ترى مرة كويس، ما توقعتها بتكون كذا، إنه يعني أعطينك أغراض وفولو أس على الانستغرام، وفولو الجماعة. شوفوا إذا في يعني بما ان انتم مشتاقين لي وهالكذا، اذا في منيو، اوكي في منيو يا جماعه الخير، قاعد اشوف شلون يقولوا لك مثلا كيف تسوي اشياء. اوكي زبده، اذا تبغون نجرب الاشياء اللي في المنيو يعني ما يحتاج اقول، يعني كالعاده ال 50000 لايك المعتاده وراح نسوي الاشياء اللي في المنيو. والان نبدا بالاله هذه ونشوف شنو الاغراض اللي معاها. بعد الاله في شيء كويس فيها، اوكي، انها تسوي 6 بيضات، هذا بصراحه الحين كويس. الشيء الثاني ان حجمها مره صغير، اوكي، ان اذا كان هذا حجمها بس فانا اشوف انه بتفيد ناس كثير اذا كانت تسوي الاشياء اللي هم قالوا انها ممكن تسويها، ولكن اذا ما تسوي هذه الاشياء ها فاهميني انتم صح؟ انا عارف انكم اشتقتوا. هذه الاله إذا ما صارت كويسة وما سويت الأشياء اللي قالوا إنها راح تسويها، أبى أدشدش أبوها أنا، أبى أطلع البيض منها وهو لسه ما صار فيها، فاهم كيف؟ لايك لله. المهم نكمل الموضوع. طبعا الآلة هذه تسوي شيء أنا صراحة مرة أحبه ولكن مرة أتعب لما أسويه، اللي هو البيض المسلوق. قبل لا تضحك البيض المسلوق طبعا يجي ثلاثة أنواع، يجي هارد بويلد اللي هو مرة مسلوق، ميديوم متوسط، وسوفت بويلد اللي هو يكون شوية يعني مسلوق ما هو مرة. فأنا بالنفسي أنا أحب يكون سوفت، يعني إنه ما يكون مرة مسلوق. أنت اكتب لي في الكومنتات أنت تحب يكون مرة مسلوق ولا لا. أوكي، الأغراض اللي تطلع معاها طبعا تطلع معاها هذا عشان تسلق البيض، صحن هنا تعبي فيه ماي، ويطلع معاها الثلاثة أشياء هذه. الثلاثة أشياء هذه هي بصراحة الأشياء اللي راح تفيدنا اليوم. البوتش اللي يسوي الأومليت، هذا اللي يسوي بعد الأومليت بس نص بنص يعني. وثالث شيء وهو أهم شيء، حرفيا هذا أهم شيء، العلبة هذه. شنو العلبة هذه؟ طيب مثل ما تشوفوا هنا مكتوب هارد بويل، تعبي الماي لين فوق وتصبه هنا بعدين وراح تسويها هارد، هنا ميديوم وتحت اخر شيء لما تعبي الماي لين تحت هنا راح يخليها سوفت. اومليت بوتش تعبي الماي لين الخط هذا. فهذه الاله او هذه الاداه هي اكثر شيء مهم. اول شيء راح نسوي راح نجيب البيض، راح نجرب نسوي البيض بثلاثة انواع، راح نجرب نسوي الاومليت وايضا راح نسوي هذا. اول شيء تحط هذه هنا، ما ادري حسيتها صار زياده الماي، اوكي تمام كذا الماي بالضبط على الخط، صب الماء هنا، بعدها تجيب البيضة اللي نبي نسويها، ومن الجهة اللي تكون سميكة أو الكبيرة عفوا لازم تخبقها. طيب شلون تخبقها؟ ما في إبرة تجيب مسمار، لا، الآلة هذه نفسها من تحت خليه حاطين لك فيها إبرة، أوكي؟ نشغلها ونخليها تطبخ، أتوقع قالوا خلال دقيقتين راح تستوي أو شيء هالكذا، اسمع الصوت معناها استوى. ما يعني ايش الدلع هذا؟ جرس بيتي ما هو بهالحلاوة. بسم الله ونفك. اوكي. المفروض انها استوت البيضة هذه. يا لو بعد ما تخلص معليش، خليها لمدة دقيقتين كذا. فنخليها لمدة دقيقتين وبعدين يعني فاهمين انتم، بعدين يعني راح نقشرها. يقولون ان في طريقه كويسه للتقشير، انا صراحه ما قد جربتها من قبل، فلذلك اليوم راح نجربها ولاول مرة في قناة اخبار في الحقيقة يعني. تحطها في ماي.
ماي اللي هو ايس باث اللي هو ماي الثلج، تخليها كذا تدلع فيه شويه. اوكي الطريقه ترى قالت تنفع جدا، بس احس كان المفروض اني اكسر هذا كامل يعني. اوكي جبت العيد انا شويه، ياب جبت العيد انا شويه، البيضه يعني استوت هي. طيب انا قاعد اجيب العيد الان. اوكي كما ترون ان البيضه استوت يعني هنا مثل ما تشوفوا. لا اوكي يعني سوفت بويل كانت، ما هي مره مسلوقه، بس انها مسلوقه بشكل كويس. بسم الله. جدا احب طعم الصفار لما يكون كذا ما حد انكسرت على يد البيضه. في وقت قليل، في تقريبا 3-4 دقائق سويت لي البيضه بشكل كويس، ولكن لو حطيت ماي زياده شويه اتوقع كان راح تسويها افضل. الحين خلينا نروح الى الميديوم، يعني فاهم كيف كانت السوفت الحين ميديوم. خط اللي هو هذا تحت النص صاير معناها انها استوى البيضه. الان يعني ما راح نخليها دقيقتين، على طول كذا بنشيل البيضه في الماي. طبعا حلو، في شيء حلو في الاله بعيد عن ان الصوت اللي يطلع، الاله نفسها تطفي، وهذا انا اشوفه بصراحه شيء مره كويس. احس البيضه صايره لينه، ما ادري ليش، هل استوت كامل ولا لا، ما ادري. اوكي يا حاولنا ولكن يعني هذا اللي صار، هذا صار شكل البيضه مثل ما تشوفوا. قول بسم الله. ما ادري، احس لسه ما استوت كويس يعني، احس يعني من فوق هنا لاحظت انها استوت اكثر شويه، بس من داخل ما زالت سائله. اوكي طعمها بصراحه مره لذيذ، مره نايس. اوكي ولكن احس ان الان استوت، الان من جد استوت اللي هو نص استوى، ولكن صراحه مره لذيذه البيضه، مره حلوه. طعم اليوك باين اللي هو الصفار، طعم البياض باين. رغم اني ما احب البيض المسلوق، لاني مثل ما شفتوا قدامكم خلصت بيضه كامله. ليش؟ لانه مفيد للصحه. لاحظت ان الماي هذا تقريبا كله يختفي، كله يروح، فمجرد يروح الماي اللي موجود تصفر، هذه هي النظريه اللي عندهم. الان راح نسوي بيضه اللي هي استواء كامل، او راح اخليها تحت الاستواء الكامل بشويه، ابغى اشوف شلون تستوي. ما هي راضي تستوي كامل، لانه ممكن قاعد اسوي بيضه واحده بس، ممكن نظريه. هذا اتوقع بتاخذ اكثر وقت على ما تستوي، لان الماي كثير، فعلى ما يخلص الماي الزبده راح نخليها تخلص، وبعد ما تخلص راح نخليها دقيقتين، وبعدين نحطها في الماي البارد، وبعدين نقشرها نشوف استوت ولا لا. زين ياك ياك ياك، منو جاينا هالحزه؟ فاهم شلون الوضع؟ set up a timer of 2 minutes. اوكي يا يوم لمستها واضح انها استوت يعني كامل. ابدا طبعا البيضه هذه ما صار شكلها كذا لانها طاحت نهائيا، واللي اقول لكم هالكلام لا تصدقوه ما عليكم منه. خلينا نشوف شلون صارت البيضه. نقصها نصين، قول بسم الله. اوكي تمام حلو. اللي قاعد اشوفه بصراحه انا كويس، لان البيضه بالنسبه لي لما تكون كذا تكون مره الذ، مره احلى، تحس حالك قاعد تاكل شيء لذيذ يعني شيء يستاهل. ندوقها نقول بسم الله. جدا احلى من لما تكون كلها لونها اصفر. البيضه هذه حسيت ما كانت تحتاج الدقيقتين اللي حطيناها واللي بعد ما طفيناها، بينما الباقي حسيت انهم كانوا يحتاجوا الدقيقتين. غير كذا بصراحه مره لذيذه، مره نايس، استوى كامل. واو للحين الاله قاعده تسوي لنا شيء مره كويس، ولكن في شيء نبغى نجربه. طيب خلينا نقول سحيم وسميه تبغى بيض عادي، بينما سحيم يبغى بيض مسلوق، ما قصدي يعني بيض مخلوط، فاهم شلون؟ فعن الهواش راح يعني اثنينهم نسوي لهم. اول شيء تسويه ترش اللي هو السبراي مال الزيت هذا بدون ما ترش الطاوله. بيضه منهم راح تكون عاديه على المقاس يا رجل بالضبط، بينما البيضه الثانيه راح تكون مخفوقه. والان تجي وتصب يا رجل بالضبط المقاس صاير. اوكي تمام حلو. الان تجيب هذه محطوط النيلين النص هنا، تعبيها ماي. طبعا هذه ما تشيلها، هذه تظل موجوده، حط هذه فوق هنا، شغل وننتظر البيض. ركزوا ان البيض يعني ما حطينا عليه اشياء ثانيه، راح تاكل بيض كذا. ليش؟ لانه مفيد للصحه، فاهم شلون؟ انتظر يستوي ونجي. انا احس في شيء واحد ناقص، تغيير النغمه هذه.
تحتاج انها تغير صراحة. اخذت تقريبا 5-6 دقائق مو اكثر. اوكي طاح. اوكي بس عشان تشوفون الوضع هنا قبل ان اكل البيض يعني. اوكي هذا ال اول شيء خلنا نشوف السكرامبلد. اوكي ما ادري احس كان مفروض انه تحطه وقت الزيادة بيكون افضل. ما هو سيء، ما هو افضل شيء ولكن ابدا ما هو سيء. نايس مرة. هذه بصراحة مرة حلوة، حبيتها اكثر الحين هالكذا يوم سويتها كذا اكثر من يوم سويتها مسلوقة جدا. نجي الحين ونجهز اخر شيء وهو اكثر شيء انا متحمس له في الآلة هذه، الاومليت. راح نجهز اومليت ومره احب الاومليت. كل بتحت في التعليقات شنو تحب مع الاومليت، لحم، دجاج، مشروم، خضار. اليوم راح نجهز واحده راح نحط فيها زيتون وطماطم فقط، ما احب اكثر خضار او ما ودي اكثر خضار فيها. وايضا بعد ما تستوي راح نحط عليها جبنه، فاهم شلون؟ شويه بس. لا حسنا نحتاج بيضة ثانية، ما عندنا مشكلة يعني. يعني دائما البيض مهما حطيت بيضة زيادة وضعك دائما تمام حبيبي. حط بيضة، أحس يبغالنا بيضة ثانية. بعدين تحط باقي الخضار اللي عندك. تدرون ما أحس إني يحتاج بيضة ثانية نهائيا، أحس كذا تمام. خليه يستوي ونجيكم. أوكي الآن تحط عليه جبنة. شوف ودي أحط عليه جبنة. طيب طيب بنخلي الجبنة عليه. ودي أحط يعني كذا قطيرات ماء في الآلة عشان بس يذوب الجبن. قطيرات يعني، ما هو يعني يعني بس هذا أنا أشوفه يكفي. أوكي الآن نجي ونشوف. لا 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 لا، إيش هذا؟ إيش هذا اللي قاعد يصير؟ أنا ما أدري. مرة حار. شايف شلون؟ شايف شلون؟ اوكي نقول بسم الله ونذوق الاومليت اللي سويناه على الطاولة هنا. بسم الله. اوكي واضح انه ما في بهار، لان قلت انا ما ابغى احط فيه بهار. بس غير هالكذا نايس، ما هو سيء ابدا، طعم جدا غني. ما حسيت بالفرق اللي مرة شاسع اللي يخليني افضل اني اسوي فيه مقلة. استوى بسرعة، ما عورت راسي، حط كل شيء بوم شغل وانتهى الموضوع. ابدا ما هي سيئه. واو بصراحه ألذ ما توقعت. صدقون اني مو من الناس اللي يحب يحط بهار كثير في البيض، ما ادري ليش، بس احس البيض لما احط فيه بهار كثير يضيع جوه. يعني ممكن يكون في طعم ناس تفضله وناس تقول احلى، بس بالنسبه لي احس جوه يضيع يعني، ما هو بيض. تقولي تعال في الكومنتات تفضل البهار في البيض، يعني اكتب بهار بيض خفيف وسط كثير. الإجابة الصحيحة راح يحصل على آيفون، راح أدعي لأنه يحصل على آيفون إن شاء الله. هذا كان المفروض أن يكون آخر شيء، ولكن حسيت أن في شيء بيكون أفضل، شيء بيكون أحلى. يعني قناة شخبار ما نختم كذا. الآن خلونا نختم. طيب يعني نختم شخبار ستايل. شلون أستاذ متيم؟ من الشبسات المفضلة عندي الفانيونز، طعمه طعم بصل. رغم أنه خفيف لأنك هتمر قوية، فقلنا ليش ما حط لك الحبة هنا طريقة هذه، تخلط عليهم بيضة. بعدين تجي وتصبه كذا. أحس يحتاج بيضة ثانية، ليش ما نكسر عليه بيضة ثانية؟ ليش ما نسوي وجبة مليئة بالحب، مليئة بالحنان، مليئة بالإيجابية، مليئة بالراحة، مليئة بالابتسامة، شماغات المدري، تحس الموضوع كذا يعني. حلو الآن كذا تحط هذه هنا. اوكي المفروض انه هذا العيد، المفروض انه استوى. اوكي هلا والله، ولكن لسه ما خلصنا. الآن تجي وتضعه فوقه الجبنة الجميلة هذه وقليلا من الماء، قطيرات بسيطة فقط. مرة ما خليه نيرن لأنه بصراحة ما احتاجنا النيرن. الآن هذا استوى، بس بما تشوفوا يعني هذا ذا يعني تشرب موية، فأنت تبغى شوية مقرمش. طيب
والآن تجي وتذوق اللذة هذه. اوكي طعم الجبن والبصل مع بعض صراحه رهيبين مره، بس حسيت هذا اللي داخل ما حسيت. فكره كويسه انك تحطه قبل، او عفوا هو يستوي، احس افضل انك تحطه فوق بعد ما يستوي، لان احس انه تشرب وصار خشن، فلما تاكله البيض يذوب الجبن يذوب بينما هو يبقى. ولكن ابدا ترى مو سهل. اوكي الان خلينا نقيم. الان مثل ما شفتوا سوينا بالآلة بيض مقلي اللي هو العيون هذا، بدل شو اسمه، سوينا سكرامبلد ايج، سوينا اومليت، سوينا ثلاث انواع بيض مسلوق. صراحة الآلة كويسة، الآلة حلوة، حبيت ان كل شيء يعتمد على المقياس في المي في هذه، ولكن حسيت مقياس في المي حق هذه ما هو دقيق، حسيت ان المفروض يرتفع اكثر شوية عشان يكون افضل من ناحية الاومليت ومن ناحية السوفت ايجز والميديوم ايجز، بينما الهارد بويلد ايجز او البيض المسلوق جدا هذا عادي كان كويس. اوكي فلو ابغى سوفت بحط ميديوم، لو ابغى ميديوم بحط نص الهارد، احس بيكون افضل. هذه المشكلة الوحيدة، اما غير هالكذا بصراحة ما انا قاعد اشم ريحة بيض مرة كثيرة مثل لو قليت البيض، ما وسخت الدنيا يعني حرفيا اللي موجود هنا ماي يعني ايزي انك تمسحها، ما يبغى لها اي شيء. الآلة جدا سريعة، الآلة وفرت علي تعب، وفرت علي وقت وجهد وكل شيء، بصراحة مرة كويسة. بعطيها بصراحة 9 من 10، كان ودي اعطيها 10 ولكن مشكلة الكوب هذه بصراحة حسيتها شوية خربت علي بعض الاشياء. غير هالكذا بصراحة تستحق انها تتجرب، الآلة رخيصة قيمتها تقريبا 20 دولار، ولكن ممكن تفيدك، تسوي لك 6 بيضات الصبح للعائلة كذا وانت ماشي، فيا تستحق التجربة. وبصراحة يعني خلنا كل لقمة هذه عشان نختم. هذا كان عندنا إلى اليوم أحبتي، لا تنسون اللايك سبسكرايب وشير، وانتظرونا في فيديو جاء قريبا جدا جدا. شخبان مثل ما كان مكتوب في أول فيديو، المليونين، كان معكم متين بن عبد الله. وبصراحة هذا الشيء اللي قاعد أجربه مرة كويس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.